اهلا وسهلا بحضراتكم في الفقره الحواريه الثانيه من برنامج الاهلي ليله، واللي بيشرفني فيها زميل عزيز ناقد رياضي كبير رئيس القسم الرياضي بجريده الشروق الاستاذ خالد الاتربي. استاذ خالد اهلا بيك، منور الدنيا. اهلا بيك، انت منور محمد، ودايما قناه النادي الاهلي منوره ومنوره بجماهيرها ومجلس اداره وكل حاجه. طبعا الصحافه والاعلام الرياضي خلال الساعات الاخيره مش ملاحق على الاخبار وردود الافعال من كل الاتجاهات. النادي الاهلي خلال 48 ساعه منذ اعلان الموقف من قبل اتحاد الكوره كان بينتظر المكاتبات والخطابات الرسميه لدراسه الموقف، معرفه راي الجهاز الفني في الفتره القادمه، ثم اصدر بيان ظهر اليوم، ثم صدرت ردود افعال من جهات مختلفه. لكن البيان بشكل عام كصحفي وكناقد رياضي، كيف استقبلته وتعليقك عليه بالنسبه للمرحله اللي جايه؟ طب اسمح لي بس قبل ما اتكلم عن رايي في البيان اتكلم عن توقيت البيان. توقيت البيان في الوقت اللي كل الناس طلعت ردود افعالها مباشره بعد القرار مباشره. معظم الانديه، سواء في انديه قالت احنا مرحبين، في انديه قالت احنا معترضين على القرار، كان النادي الاهلي اللي هو الطرف الاول والاصيل التزم الصمت تماما. مظبوط تماما. في الاوقات اللي زي كده النادي الاهلي بيهاجم، مجلس اداره النادي الاهلي بيهاجم حتى من جماهيره. ايه الصمت؟ ليه الصمت ده؟ احنا ليه متاخرين؟ احنا ليه ما بناخدش قرار صح؟ على الرغم ان في سوابق قبل كده، في مواقف وقرارات كان برضو النادي الاهلي بيتاخر وبياخد ضغوط كتيره، وبرضو النادي الاهلي بيستنى لحد ما يطلع قرار. انا عايز اسال سؤال، كل الناس بلا استثناء، سواء من صحفيين نقاد رياضيين زمايلنا، المتابعين اللي بيفكروا في ايه اللي ممكن يكون القرار، انا عايز اسال لكل الناس، مين توقع رد فعل اداره النادي الاهلي بهذا القرار؟ محدش. بالظبط محدش. القرار اصلا ما جاش في بال حد، ما جاش على دماغ حد. كله كان قال النادي الاهلي هيطلع، ممكن اخر النادي الاهلي او اقصى حاجه ممكن يعملها النادي الاهلي ان النادي الاهلي يطلع يعترض على التاجيل ويقول ان احنا موافقين على قرارات الامن. ولكن النادي الاهلي تصرف الكبير، بمعنى النادي الاهلي في بيانه قال انا مش هسمح بتكرار العشوائيه تاني. لو نرجع بالزمن فتره بسيطه كده هنكون كلنا فاكرينها، ان في الفتره اللي النادي الاهلي قال انا مش هلعب الا لما كل المؤجلات تحصل، وكان بيان كامل من مجلس اداره اتحاد الكره السابق ان النادي الاهلي كان له كل الحق. خد بالك والناس ترجع، بيان شهر 6 الماضي. طبعا النادي الاهلي كان له كل الحق في موقفه، لان النادي الاهلي بيبحث عن مسابقه منتظمه غير عشوائيه تضمن مبدا تكافؤ الفرص، ولكن كان هناك رجاء من اتحاد الكره الوقت لا يسمح بتنفيذ مطالبك الان. فالنادي الاهلي دلوقتي وقبل ما ندخل في الوقت لا يسمح بتنفيذ مطالبك الان، لا انا لسه في بدايه المسابقه وهاخد موقف في بدايه المسابقه علشان ما اجيش تاني تيجي انت تقر ان انا ليا الحق بس اصبح في استحاله في تنفيذ الحق، اصبح الباطل هو اللي انت مجبر عليه. لكن النادي الاهلي بيتمسك، وعلى فكره ده في صالح الكره المصريه. طبعا انا دلوقتي، هو النادي الاهلي زي ما قلت لك تصرف تصرفات الكبير. عارف انت زي في الافلام زمان او دلوقتي او حتى في الافلام الاجنبي، دايما بتلاقي مثلا لو في بعض المواقف بتحصل بتلاقي حد يطلع برايه وحد تاني يطلع برايه وحد تالت بيطلع برايه، لكن تيجي البطل بيفضل قاعد بيترقب كل ردود الافعال اللي حاصله بيكون ساكت. ده البطل بيكون ساكت، وفي الاخر يكون هو رايه وقراره هو الصائب. حتى يعني زي ما بيقولوا كده ممكن يقول لك الله عليك يا سيد المعلمين. في قعده العيله كده كبير يعني العيله دايما قاعد بيسمع لكل الاراء وفي الاخر بيقول كلمته. فالنادي الاهلي زي ما قلت لك وانا مصر على التوصيف، النادي الاهلي تصرف الكبير، لان النادي الاهلي هو الكبير. لو نيجي نشوف، مع احترامنا الكامل للجنه المؤقته التي تدير اتحاد الكره، مقارنه بكل اعضاء مجلس الاداره ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي كخبره اداريه، لا النادي الاهلي ما فيش وجه مقارنه. هتقول لي هنا برضو ده اتحاد كره وده النادي الاهلي، انا بقول لك
حد بيبص للمسابقه. ما هو في النهايه النادي الاهلي بيقيم او بيحط سياسه طالما الطرف الكبير فشل في وضع السياسه او مش قادر يحط السياسه او مش قادر ينفذ السياسه لاي مكان ايا كانت الاسباب. في نظام النادي الاهلي متمسك بيه خلاص، وده اللي اقر بيه النادي الاهلي في البيان. النادي الاهلي قال لك، مين قال لك ان مش محترم قرارات الامن؟ هات هات البيان وشوف كام مره شدد النادي الاهلي في كلامه انه بيحترم الامن، انه بيحترم قرارات الامن. ولكن انا احترمت قرارات الامن، انت بقى كتحط كوره، خد الكوره بقى في ملعبك، قوم بدورك. الكوره كانت في ملعب الامن تمام، فالنادي الاهلي جاب الكوره وحطها في ملعب اتحاد الكوره، وهو ده المفروض ان الكوره تفضل في ملعب اتحاد الكوره. من يدير ايه لازمه اتحاد الكوره؟ طب ما تيجي نسال سؤال تاني، هو مين اللي بيدير المسابقه بالظبط؟ فين الرابطه؟ لا ده موضوع تاني. لا ده موضوع اولاني. لا ده موضوع تاني. اتحاد الكوره حاليا دلوقتي، ونتفق انه لجنه معينه من قبل الفيفا مؤقته لاداره الامور، لكننا توسلنا فيها الخير اول ما تم اسناد المهمه ليها، على الرغم ان فيهم زملكاويه كتير، وقلنا ان كل واحد في موقع المسؤوليه. ياما كان في زملكاويه في موقع المسؤوليه وكانوا قد المسؤوليه، ياما في اهلاويه كانوا في موقع المسؤوليه ولم ننظر الى هذا الامر، وكان الامر ان انت بتنظر للامور بتجرد. واحنا دلوقتي لا نتهم ان حد انه بيحابي نادي على حساب نادي، ولكن فين دلوقتي؟ انا لما بغير، لما مصر لما تم لما اتحاد الكوره استقال او اجبر على الاستقاله ايا ما كان حصل، بسبب اجبر على الاستقاله بسبب الخروج بسبب ايا كان، او هو شاف ان وضعه ما كانش ينفع يستمر، جت لجنه، علشان تدير الامور، جت نفس الظروف، نفس القرارات، نفس كل حاجه. طب انا غيرت ليه؟ ما انا كنت اسيب الناس واسيب الحاج عامر حسين موجود وكل حاجه تفضل موجوده. ايه وجه التغيير؟ هل انا بغير اشخاص ولا بغير سياسات؟ المفروض اغير سياسات. فين السياسات اللي اتغيرت من ساعه ما حصل؟ هل السياسات ان اجيب شكل لجنه المسابقات؟ عملنا ديكور بس. هو احنا بنعمل ديكور وفي الاخر ما بننفذوش. انا في القناه هنا من يقرب من شهر واسبوع او شهر ونص كان الزميل محمد الجندي بيسالني سؤال واضح ومحدد، شايف رايك ايه في حسام الزناتي رئيس لجنه المسابقات وهو عنده 26 سنه، وهل هذا السن يسمح لي انه يكون فعال كرييتيف في ان هو يقود المسابقه؟ قلت له قبل ما تبص لسن حسام الزناتي او خبرات حسام الزناتي، لابد انك تسال نفسك سؤال واحد، هل يملك او هل يستطيع اتحاد الكره الحالي توفير الحمايه لحسام الزناتي او لاي مسؤول لاي لجنه؟ وخلينا نتكلم في حسام الزناتي ولجنه الحكام الاثنين، عشان هم اكثر احتكاكا بالانديه واكثر احتكاكا بالمسابقه. هل يقدر؟ هل يستطيع انه لو فرض عقوبه او لو فرض قرار او لو فرض اي حاجه، هل لو تم مهاجمته الهجوم عليه في احد القنوات، انا قلت كده باللفظ، هل لو تم الهجوم عليه هتقدر تحميه؟ لا، كان اتحاد الكره نفسه مش قادر يحمي نفسه. هيحمي الناس اللي شغاله معاه ازاي؟ او اللي تحت لواءه ازاي؟ كلام ممكن الناس تحس انه صعب شويه. لا صعب ايه؟ او قاسي شويه. لا صعب ايه؟ استنى استنى، الحاجات دي بتتنفذ في الدول اللي عايزه تخلي الكره صناعه، ما هو بتعمل رابطه للمحترفين وبتعمل لوائح وبتعمل انضباط وبتعمل لجان قيم. ما هو علشان كده، ما هو علشان كده بقول لك هو صعب شويه. ليه؟ لان احنا لحد الان ما عملناش ده، او لم ندرك ان الكره كده. احنا لحد دلوقتي بنتعامل مع كوره ان هي حته كوره منفوخه وكله بيجري وراها وفي الاخر بس خلاص. هل تعاملنا معاها ان هي صناعه؟ هل لما يكون في مسابقه شبه منتظمه عندنا كان هو؟ طب ما تيجي نشوف الموسم اللي فات. الموسم اللي فات كان ملخبط وكان في له ما له وعليه ما عليه، لكن كان لفتره من الفترات كان في منافسه، كان في انديه، كان في حجم انفاق كان طبعا غير طبيعي طبعا، ولكن بتحس ان في ازدهار، بتحس ان في شبه صناعه. طب احنا لو فكرنا ان هي تبقى صناعه، ايه المشكله؟ ايه المشكله لما نتعامل باحترافيه في كل الامور؟
مش عايز اخرج عن اطار البيان، ولكن انا حبيت اني اشيد بموقف مجلس اداره النادي الاهلي وعدم رضوخه للضغوط. انا كنت متابع السوشيال ميديا على مدار الساعات اللي فاتت، وكان حتى بيجي لي اسئله كتير بحكم اني بحكم عملي كناقد رياضي، يعني هو فين رد فعل النادي الاهلي؟ بس مش ملاحظ حاجه، المره دي رد فعل الجمهور قبل ما يكون في بيان كان بسيط، ما كانش قوي زي قبل كده. ابتدى الجمهور يحس بالمواقف اللي بتبقى حوالين النادي الاهلي. ما انا اقول لك على حاجه، صح، ما هو صح، وده ابتدى الجمهور خلاص يعي للظروف اللي بتدور في المسابقه وبتدور حوالين النادي وده متصل بنفس السياق اللي احنا بنتكلم فيه، ان ما حدش جه في باله ان النادي الاهلي ممكن ياخد قرار زي كده. لانك لو قعدت مسكت ورقه وقلم كواحد بعيد عن الاداره وملكش باع في الاداره، وقعدت تجيب ورقه وقلم تطرح كل الحلول ده مش هيجي في بالك. انا ما بقولش ان احنا ان الناس لا، هو الموضوع في اداره، ناس ليها باع في الاداره طبعا، فعارفه ازاي تلتزم بقرارات الدوله وازاي حافظ على حقي. خد بالك دي كانت معادله صعب جدا تنفيذها، وصعب جدا ان حد يجي في باله ان هو ده يحصل، وحصل. فده بجد يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي، وهو مش غريب على ادارات النادي الاهلي، دايما بتدي دروس في الاداره، دايما ليها منهج متفرد، دايما ليها دايما بتحس ان القرار مش قرار منفرد، مش قرار بيطلع على الهوا وبعد ساعه ارجع فيه. لا، اسمع الاول وجهه نظر الجهاز الفني، بعد كده اعمل اجتماع كابتن خطيب زي ما الناس عارفه انه سمع الجهاز الفني وقعد مع مجلس الاداره وتناقشوا. وكابتن الخطيب، كابتن الخطيب يعني وضعه يسمح له، كتاريخ وقيمه وقامه، وضعه يسمح له لو بتفكير انديه تانية، وضعه يسمح له انه ياخد قرار. رجل كروي ويعلم كيف تدار الامور، ولكن كابتن خطيب موجود في مؤسسة عريقة اسمها النادي الأهلي، بتحط تراث إداري ليها ولأي نادي عايز يحذو حذو، لأي نادي عايز يحذو حذو. عشان كده النادي الأهلي كبير وهيفضل كبير، مش بالكلام، بالمواقف اللي زي دي، بالمواقف والقرارات. طيب، ردود الأفعال بعد إصدار البيان، كيف تابعت ردود الأفعال؟ وبالتأكيد دايما بتعتمد اللي أنت تسمع ردود الأفعال من كل الجهات، سواء اتحاد الكوره، الانديه المتنافسه، الاعلام الاخر. طيب، البعض ممكن كنت تعمل الاهلي باصطناعه عراقيل، انت شايف وجهه النظر الاخرى او شفت ردود الافعال ازاي؟ خلينا ناخد الاول اللي هو رد فعل جمهور الاهلي، اللي هو اللي يهمنا احنا. تمام، ان هاشتاج تقريبا جمهور الاهلي مع قرار الاداره، ده في ظرف وقت قليل كان متصدر الهاشتاج ده، مؤشر يعني. مش عايزين نقول ان الناس تقول لك انتوا ماشيين بالسوشيال ميديا، انتوا بتشوفوا السوشيال ميديا، ما هي انت وانا والناس وكل حاجه، ولها ما لها وعليها ما عليها، ولكن الناس مبسوطه. زي ما قلت لك، ما كانش في بالهم ان القرار هيحصل بالشكل ده. نمره واحد. نمره اتنين، لقيت وشفت ناس بتقول القرار ضعيف. اي، ما هو ضعيف، ما عشان انت دماغك ما وصلتلوش، ما هو مش متوقع، ما هو دماغك ما وصلتلوش، ما انت مش هتفهمه. ما هو في الاخر انت بتقول ان القرار ضعيف، طب ما تيجي نقعد على ترابيزه واحده ونتكلم واحده واحده، ضعيف ليه؟ بس للاسف هو انت مش هتسمع. انت قلت قرار ضعيف، زي ما قلت انا موافق على الماتش، انا لا انا رافض، لا انا موافق. اختلاف وجهات النظر في اقل من 24 ساعه. طب انت موافق بناء على، انا مش هقدر العب، عندي اصابات. لا، انا جاهز واقدر العب. موافق بناء على ايه ورفضت بناء على ايه؟ ده اي طرف بشكل عام. ما هو خد بالك، مش الاهلي بس، مش الزمالك بس اللي رفض بقى، أو اللي أو, أو, او اللي قبل. في انديه قالت لك مش هلعب، لا هلعب. طب انت مش هتلعب بناء على ايه؟ وهترجع تلعب بناء على ايه؟ كام نادي احنا واحنا بنجهز لصفحه الرياضه اللي هي نزلت النهارده في الشروق، خدنا اراء انديه كتير، النادي ده موافق، النادي ده رافض، النادي ده موافق وده رافض، وكتبنا وعملنا كل حاجه. خلاص، النادي الاهلي موقفه واحد،
هو ماشي. حتى كنا بنقعد ندرس، طب احنا هنكتب ايه، طب احنا هنعمل ايه. ما هو برضو انت لما تيجي تشتغل كصحافه لازم برضو لما بتقول ان نادي الزمالك عمل كذا، هو في طرف اصيل الناحيه الثانيه، هو بالعكس ده هو الطرف الاول، ما حدش عارف يجيب معلومه. 48 ساعه ما فيش خبر، ما حدش عارف يجيب معلومه. 48 ساعه ليه؟ ما فيش خبر. ما هو ليه ما حدش عارف يجيب معلومه؟ ليه؟ لان المعلومه بتتصنع، انت بتصنع بيتم دراستها قرار. فدلوقتي هتقول لحد احنا مش هنلعب، وممكن بعد ساعه هتقول هنلعب. لا، كابتن خطيب قعد المفروض يعني حسب ما قيل برضه، يعني قعد مع الجهاز الفني ثم تم دراسه الموضوع من مجلس الاداره ثم خرج القرار وفقا للاليات المتفق عليها. بس في النادي الاهلي قبل كل ده انت انتظرت المكاتبات الرسميه والخطاب الرسمي من اتحاد الكره عشان تعرف طبعا النادي الاهلي اللي على ما اساسها، ما هو النادي الاهلي على اساسها ما بقول لك، ما هو النادي الاهلي دايما على مدار تاريخه، حتى لما بنقعد يعني لما بنقعد نتواصل نتواصل تقول له طب لو حصل كذا هتعمل ايه؟ يقول لك انا ادخل في علم الغيب ليه؟ انا يجي لي قرار مكتوب واتناقش فيه. مش لو حصل كذا 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 انا هعمل كذا كذا. مفيش الكلام ده ابدا على مدار التاريخ. يعني هتكلم عن نفسي، اما يقرب من 15 سنه تعامل يومي مع النادي الاهلي بحكم شغلي، كل الادارات بنفس السياق. هيجي لي ورق، هيجي لي قرار هشتغل عليه. بس طيب، انتظام المسابقه هو امر صعب على الاتحاد. ليه بحس ان هو معضله؟ ممكن يجي لك ظرف في توقيت معين لتاجيل مباراه او ترحيل مباراه، بتحصل وحصلت في اسبانيا وبتحصل في اماكن كتير، بس عشان تبقى حريص على انتظام المسابقه وانت بترحل او انت بتاجل حط البديل ليه على طول. بحس ان انت ايه، اجل امتى؟ اخر الموسم، اخر الدور الاول. المسابقه كده شايفها ازاي؟ يعني انت شايف ده بيأثر على انتظام المسابقه، بيأثر على نزاهتها، بيأثر على تكافؤ الفرص، شايفه ازاي؟ وهو صعب قوي على الاتحاد للدرجه دي، لان حتى الشخصيات اختلفت بس نفس الاداره. هو انا حاسس ان هي بالنسبه للكوره عندنا بنتعامل معاها ان هي معادله لا تقبل الحل، هتمشي وهي هتمشي. نظام قعدات العرب زي ما بيقول، احنا مفيش ماتش القمه يوم السبت، تبات الفرقه دي تلعب الفرقه دي خلاص. ازاي؟ بناء على ايه طيب؟ بناء على ايه طيب؟ يعني لو النادي الاهلي مثلا هيلعب نفس الماتش دلوقتي، انا فريق قاعد بستعد للزمالك كمدير فني، تركيز معين، تكليفات معينه، خطه معينه، شكل معين، عايزني بعد 3 ايام اشوف فرقه ثانيه، فاعمل بدل مثلا لو كنت هلعب بنظام مثلا وحده واحده على الزمالك، او هلعب بهجوم ضاغط، هغير كل حاجه، هغير كل ده، هغير كل حاجه عشان هلعب مثلا سين او صاد، سين او ثانيه. مفيش كده فعلا، مفيش كده. بس هو ايه، عشان ما اضغطش الوقت فاجيب ده. لا، مفيش كده في الدنيا. ده زي ما بقول لك ان احنا قاعده عرب. هو نفس بص، نفس ما هي تغيرت الاشخاص، مش هقول سياسيه انا، بس الفكره واحده. لا، مفيش فكره يا رب. فين الفكره؟ في فكره ولا في سياسيه؟ هي الفكره السلبيه. لا، ولا حتى سلبيه ما حصلتش. ده هي احنا بنقعد، طب يلا نشوف اي حل، طب 3-4 اسابيع وبعد كده بنشوف الباقي. طب اقول لك على مفاجاه. انا مثلا يعني تصريح لاحد اعضاء اتحاد الكره، ما هو في التوقيت ده مش هتلاقي فيه تصريح رسمي باسم حد، هتلاقي دايما ايه، مصدر مصدر مصدر. مصدر يقول لك ايه، اللائحه بتقول ان النادي هو اللي يجيب الموافقه الامنيه، لائحه المسابقات. بص خد بالك بس من المعلومه دي، لان المعلومه دي مهمه جدا، لان خلال الايام الجايه هتلاقي الناس كلها بتتكلم فيها. بيقول لك لائحه المسابقات، هي فين لائحه المسابقات يا فندم؟ لائحه المسابقات بعتها للانديه؟ لا يا فندم. لائحه الانضباط بعتها للانديه؟ لا يا فندم. طب انت بتكلمني على لائحه المسابقات ازاي وانت ما بعتهاليش؟ ده انا اساسا بقالي اكتر من شهر ونص بطلب منك اللوائح المنظمه للموسم الجديد، ولغايه اللحظه دي ما ردتش عليا. طب ما احنا قبل ما نسال عن اللائحه ما تشوف الناس هتطبقها، هو مين اللي هيطبق؟ لو ما هو بيقول لك انا عامل لائحه. ايوه، مين اللي هيطبق؟ مع احترامنا لكليون جميعا بجد، يعني انا هطبق وهو هيطبق. لا، هو فعلا انا شايف ان هو عاجز عن التطبيق في الوقت الحالي. في الوقت الحالي هو عاجز عن التطبيق. هو هيخاطبني باللائحه واللائحه ما جاتليش. طول ما اي نظام، سيبك من الكوره بقى، طول ما اي نظام في طرف قوي وطرف ضعيف، ده ما بيبقاش نظام. في القانون في حاجه اسمها عقد اذعان. عقد الاذعان ده اللي هو عقد مخالفه، لا اللي هو عقد
في كل البنود وانا طرف اول وانت طرف تاني، يا تقبل العقد بكل شروطه يا ترفض بكل شروطه. ده هو لا ده عادل اذا بيتحط فيه بند مخالف للقانون. لا 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 استنى معلش معلش، ما احنا الاثنين حقوق بغض النظر. تمام عادل اذا هو بيجبرك على بنود معينه انت انت هتوقع عليها ايا كان. هنا ده نفس الفكره بتاعت طرف قوي او طرف ضعيف. انا كل لما اجي اخد قرار هشوف انا هتشتم في القناه المعينه ولا لا، طب انا هشوف رد فعله ايه، رد فعل فلان الفلاني ايه، هشوف إيه؟ طب الدنيا مفيش قرار طالما شابه المواءمات انتهى انتهى خلاص. طالما انت بتاخد قرار خد قرارك، خايف ليه؟ انت خايف ليه؟ ده انت المفروض الوحيد اللي ما تخافش، اللجنه الحاليه المفروض الوحيده اللي ما تخافش. الصلاحيات. انت جاي من الفيفا وعندها كل الصلاحيات انها تعمل كل الاجراءات السليمه. انت جاي من الاتحاد الدولي لكره القدم، انت انت بتاخد مرتب من الفيفا، عندك ظهير انت كمان مش شغال، انت مش شغال تطوعي. يعني كل اللي شغالين كل اللي بيشتغلوا في اللجنه المؤقته لاداره اتحاد الكره لجنه محترفه، لجنه محترفه وتحصل على راتب من الفيفا. انت خايف من ايه؟ انت سيد قرارك الان، سيد قرارك، ايه اللي خايف منه؟ مين ايه هيحصل؟ هيحصل لك ايه يعني؟ سؤال، هيحصل لك ايه؟ في شكوى في الفيفا؟ انت معين من الفيفا اشرح لهم ايه اللي حصل؟ ده انت اصلا بتقدم تقارير شهريه للاتحاد الدولي عن العمل الجاري في الاتحاد لغايه اولمبياد طوكيو. انا مش عارف. ده انت كمان ده خدوا قرارات في القسم الثاني والثالث على الانديه. البعض ممكن يكون من الانديه شايفها. انت تعرف الدفه امبارح اتحولت لايه ويحاولوا كراي عام او توجيه الراي العام عن الانشغال بالموضوع بالانشغال بفلان استقال ولا ما استقالش؟ انا مالي استقال ولا ما استقالش؟ انا كمسابقه استقال ولا ما استقالش يعني يفرق في ايه؟ يفرق معايا ايه؟ انا عايز مسابقه تتطبق. انا عايز مسابقه منتظمه تتطبق. طب البعض بيزايد على الاهلي في موضوع الدواعي الامنيه. المزايده دي شايفها ازاي؟ وانا ضربت مثل في بدايه الحلقه وكنا بنتكلم فيه ان 2013 يا جماعه النادي الاهلي التزم بالتعليمات الامنيه ولعب بطوله افريقيا 90% من مبارياتها في استاد الجونه في عز الحر في الصيف بدون اضواء كاشفه، ما كانش لسه الملعب مجهز لاضواء كاشفه، بل بالعكس في رمضان في عز الصيام التزاما بتعليمات الجهات الامنيه. طيب خليني اقول لك ان ده مثل واحد بس. خليني اقول لك ان الكلام اللي اقوله دلوقتي ده كلام تحليل لتفكير القرار في النادي الاهلي. له معلومه لا معلومه ولا وجهه نظر ولا لا هو وجهه نظر وجهه نظر وجهه نظر لو ولا يحسب على اي حد يحسب على شخص المطار. وجهه نظرك الشخصيه. تمام تمام. النادي الاهلي لما ده وجهه نظري لما بيحس ان الموضوع امني طبعا، بس انا حاسس ان النادي الاهلي عنده شعور ان الموضوع مش امني. بيان واضح ان فيك انا ده شعور ده احساس. احساسك كده؟ ده احساس انا كده. فعلشان كده النادي الاهلي فكر يطلع بقرار يرضي هو، ان هو انا اعلن انا طبعا التزمت بقرار الامن، ولكن اهو بقى لو كان الموضوع فعلا مش امني يبقى انا برضو بحتفظ بحقي في ان انا العب مسابقه منتظمه فيها تكافؤ فرص فيها عدل فيها مساواه. بس استنى بقى، يعني انت صحفي ورئيس قسم في جريده الشروق، جريده كبيره، بس اكيد عندك معلومات بغض النظر عن تحليلك، لان تحليلك اكيد برضو مبني على معلومه ما. لا في كلام فعلا ان كان في اتجاه ان يعني ايه الهدف او ايه الاسباب ان المباراه ما تتلعبش؟ او ما هو كلام واضح يا جماعه، هو الكلام مش مستخبي. ما هو رئيس نادي الزمالك طلع طلب ان الماتش يتاجل بعدها بكام، بس بعد كده قال لك لا انا عايز العب. بناء على ايه؟ انا بقول لك برضه وجهه النظر الثانيه. ما دي وجهه نظر انا بقى. بناء على ايه؟ بناء على ان هو انا موافق ودواعي امنيه الله اعلم. انا قصدك في الاول زي ما قلنا احنا عندنا مصابين وعندنا مباراه بعد 4 ايام كده قال لك احنا لا جاهزين نلعب وما عندناش مشكله. انت قصدك يعني الاختلاف ده ممكن انا برضو مش عايز بص انا مش قريب من تفكير اداره نادي الزمالك، تمام، بحكم ان انا ما فيش تعامل مباشر معاهم، بس الموضوع كله على بعضه تركيبته كده بتفكر فيه كتير. لا مش مهضومه، مش مقبوله، مش. وده على فكره اللي اشار لي بيان النادي الاهلي، خليني بس اقول لك عليه، ان هو لذلك لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار اتحاد الكره بتاجيل مباراه القمه التي كان مقررا لها السبت
المقبل لدواعي امنيه النادي الاهلي، حتى قال ده اشار لده في البيان، قال لك لبعض الاسباب دي ان النادي الجماهير وكتير من اللي بيفهموا ما تقبلش ان الموضوع دواعي امنيه قوي، بس احنا موافقين. صوره البيان على الشاشه قدامنا. بس احنا موافقين. يعني لو تيجي تقول النادي الاهلي هو يؤكد على تقديره واحترامه الكامل للامن ودوره في تامين مباريات المنتخبات الوطنيه الى حتى وكذا مساهمه الامن ورجاله في الصوره الحضاريه، خد بالك خد بالك اقرار النادي الاهلي لدور وتعظيم دور الامن تمام للبلاد عند استضافه الاحداث الرياضيه الكبرى واخرها بطوله الامم الافريقيه التي جرت على الملاعب المصريه في يونيو الماضي ومشاركه 24 دوله. اديت امثله. خد بالك وفي حضور مئات الالاف من الجماهير دون ان تحدث مشكله واحده. ايضا كانت كفاءه الامن المصري دامغه. خد بالك من التاكيد. بص النادي الاهلي في البيان منقي الالفاظ بدقه هو عارف كل كلمه طالعه ازاي. دامغه في اقامه مباريات الانديه المصريه المشاركه في البطولات الافريقيه بحضور جماهيري مكثف تمام في الملاعب المختلفه، لذلك لم يتقبل خد بالك بقى لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار اتحاد الكره بتاجيل مباراه القمه التي كان مقررا لها السبت المقبل لدواعي امنيه، خاصه انه لم يكن هناك مانع من النادي الاهلي لم يكن هناك مانع من النادي الاهلي في اقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير، وهو الملعب الذي كان شاهدا ولا يزال حتى هذه اللحظه ولا يزال ماشي على كفاءه الامن المصري عندما نجح في تامين العديد من المباريات التي اقيمت عليه بحضور جماهيري. البيان بيقول كده، البيان كلماته واضحه وجمله صريحه، البيان بيقول لذلك لم يتقبل كثيرون فكره ان هو لا دواعي امنيه، ولكن البيان اقر بفكره الدواعي الامنيه واحترامه الكامل. النادي الاهلي عمره ما كان ضد الدوله. النادي الاهلي اصلا نادي الوطنيه بغض النظر عن اي حد. اصل هي مش شعارات، ده تاريخ ومواقف الأهلي وقرارات. النادي الاهلي عمره ما كان هو العقبه قدام رغبه الدوله، والتاريخ بيقول كده بالظبط. والنادي الاهلي جه على نفسه كتير في اوقات كتيره، 2013 جه على نفسه كتير في اوقات كتيره، والناس تعرف ده. النادي الاهلي جه على مدار التاريخ جه على نفسه كتير علشان احتراما للدوله، فما جيش اصل انا جزء منها. خالد اصل في جزئيه مهمه جدا. الشعارات سهله، لكن لما اتكلم بمنطقيه وبعقل وبوثائق رسميه وبمباريات، انا ما بقولش موقف في لقطه او في مشهد، انا بديك موقف تاريخي في مباريات رسميه اتلعبت، فانا بديك يعني مش عايز اقول لك. بص هقول لك على حاجه، انا فاهمك الفكره كلها ان الناس فاكره ان انا بالصوت العالي ممكن الغي ثوابت كتير. ده فكر بعض الناس، الصوت العالي ممكن زي ما بيقولوا يغلوش على الناس، بس الفاهم والواعي واللي هم جماهير الاهلي على فكره، واللي هم جماهير الاهلي وعلى فكره وقطاع كبير جدا من جماهير المصريه كده، عارف قيمه وقدر وحجم تاريخ النادي الاهلي سواء رياضيا او سياسيا. النادي الاهلي كان ولا زال وسيظل جزء اصيل في الدوله المصريه. احنا جزء من الوطن طبيعي، فانا مش هكون ولا حد زايد على دور النادي الاهلي ابدا. ما حدش زايد على دور النادي الاهلي. من يزايد هو من يبحث لنفسه عن دور اكبر من دوره. تاني او يبحث عن دور لا يستند الى تاريخ. من يزايد عن النادي الاهلي هو من يبحث عن دور اكبر من دوره. كل واحد وليه حجم طبيعي، كل واحد وليه حجم طبيعي بيقوله التاريخ وبيقوله الوضع الحالي والسابق، ان كل واحد في مكانه، مش الصوت العالي اللي هيحطك في مكان تاني ابدا. اشتغل زي ما النادي الاهلي بيشتغل. اي حد عايز يبقى كبير، بص شوف القدوه اللي قدامك عامله ازاي واعمل زي. انا مش يعني القوي مش بالشتيمه هتنال منه ابدا، القوي انك تتدرب عشان تبقى زي. طيب المسابقه في ظل هذا اللغط الكبير اللي موجود حواليها، شايف الاتجاه ماشي ازاي؟ لان كمان
التوقيتات القادمة مش هتسمح بإقامة مباريات نتيجة إن خلاص بعد يوم 19 غالبا في مباريات كتيرة هتتأجل نتيجة البطولة العسكرية، وأيضا كمان المنتخب الأولمبي هيبدأ معسكره، والمنتخب الأول كمان بلدر ميعاد المعسكر، فمفيش كورة لغاية 25 نوفمبر. ولما ترجع ب 25 نوفمبر هتلعب مباراة في الدوري وهتخش في ماتشات أفريقيا. فالمسابقة باللغط اللي موجود ده الاتحاد يخرج من المطب ده إزاي ويحله بسرعة إزاي؟ لا هو قصة التوقيتات ويخلصها ازاي، هو عليه انه يحل مشكلة القمة الأول. النادي الأهلي واضح مش هلعب مباريات الدوري إلا لما ألعب مباراة القمة. والجونة قال كده؟ والجونة قال كده. خلاص يبقى النادي الأهلي ما عادش عنده مباريات. أول مباراة للنادي الأهلي محلية هي مباراة القمة. بناءً على رأي إدارة النادي الأهلي اللي أنا أثق فيه إن هو لا تروع فيه. تمام. تمام؟ فهو بقى يحل مشكلته. يدور على مشكلته ازاي ويحلها. دي في الاساس كانت ازمته هو من صنعها. فهو يدور على الحل ويوجده ويشوف هيلعب بعد البطولات، قبل البطولات، اول مباراه بعد البطوله هيلعبها النادي الاهلي مع الزمالك. هيحلها ازاي؟ انا مش قدامي فعلا الاجنده عشان اقدر اقول لك ممكن تتسكن ازاي. وبعدين ما في رئيس لجنه المسابقات كرييتيف وقوي ومشهود له بالكفاءه من اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره، فيبحث عن حل قدامه وقت طويل بقى، يبحث عن حل هو واعضاء اللجنه الموقره. بس هو هيكون موجود للبطوله ولا هينشغل بكاس الافريقيا تحت 23 سنه؟ انت عندك مشكله كبيره على فكره. هو ابتداء من الشهر الجاي مدير لجنه المسابقات في الاتحاد المصري هيكون هو مدير بطوله افريقيا تحت 23 سنه. ما شاء الله. يعني فيبقى عنده وقت؟ لا بجد والله فعلا هيكون عنده وقت، ولا ده هيبقى دور اللجنه الخماسيه؟ لا ما هو خلاص اتحاد الكره شايف ان هو رجل عبقري يقدر يكون عنده وقت هنا وهنا. ما هو يملك من العبقريه بناء على راي اللجنه التي تدير اتحاد الكره ان هو يدير هنا ويدير هنا، فربنا وفق. طيب في جزئيه مهمه ثانيه متعلقه بصحه الاجراء. صحه الاجراء في معناه ايه؟ جرى العرف او دايما اللوائح بره الناس بتشتغل بيها كده، لما باجل مباراه بحط دايما الموعد البديل او التوقيت البديل، لدرجه انها بتوصل ان المباراه لو الساعه 8 بالليل وفي ظرف امني يمنع المباراه تلعب الساعه 8، الرابطه او لجنه المسابقات ممكن تبدر ميعاد المباراه خلال الساعه 2 الظهر. او مثلا لو المباراه بتتلعب بالليل وحق تسويق هذه المباراه عشان يبقى قيمته كبيره ممكن اغير ميعاد المباراه خلال الظهر. صحه الاجراء، انا هنا باخد قرار بتاجيل المباراه لكن كاجراء سليم مش صحيح ان ما حددتش البديل. يا استاذ محمد ان هما بيطلعوا القرار بيشوفوا رد فعل الانديه الاول عليه ايه. ما هو الفكره ان هو بياخد قرار تمام هينفذه ولا مش هينفذه، لا هو عايز يشوف الامور هتمشي صح ولا في حد هيزعق ولا في حد هيعترض ولا في حد الموضوع مش هيمشي معاه. فهو لو يعرف ان هو هيحدد البديل من الاول كان حدد. انما احنا زي ما بقول لك احنا بنقعد نتلم كده مع بعض نحدد 3 4 اسابيع ونقول بعد كده احنا ان شاء الله لما يعني يقربوا يخلصوا نبقى نقعد قعده زي دي تاني ونشوف المواعيد تاني. ومفيش انت بص يا محمد انت بتقول لي بره في كوره في صناعه. ما احنا عايزين نخلي الكوره عندنا صناعه. ما هو يا جماعه بمين؟ يا جماعه والله العظيم الكوره ممكن تكون مصدر مهم جدا لميزانيه الدوله. الكورة ممكن تكون أحد المداخيل الرئيسية لميزانية الدولة. ما هو احنا عايزين البرازيل مصدر رئيسي لميزانيتها، اللاعبين المحترفين اللي بيلعبوا في أوروبا وألمانيا الدوري الألماني وحجم الإقبال الجماهيري فيه. الفكرة كلها ما هو أنت هتعمل كورة صناعة بمين؟ بمين؟ ما هو مش أنت بتدور على اللي يدير الأول وبعد كده تشوف احنا عندنا كل حاجة على فكرة، بنية تحتية موجود، يعني مهارات كعوامل بشرية موجود، كوادر بتفكر موجود عندنا طبعا، كل ده موجود، بس مين اللي بتصدر المشهد مش موجود. انت حاسس ان مفيش دور للجان؟ هو في دور اصلا للاتحاد الكورة عشان يكون في دور للجان. انا مش جاي هنا اقلل من اتحاد الكورة، بس انا شايفه ضعيف، انا شايفه ان هو المفروض يكون اقوى من كده. عندهم اجتماع خلال الايام الجاية ده حقيقي ولا ما عندكش معلومة في القصة دي؟ يعني في اجتماع فعلا؟ انا منتظر بغض النظر عن ميعاد الاجتماع ولا بنتيجه قرارات
انا منتظر انه يكون عنده من الشجاعه والقوه انه ينفذها. انا منتظر قرار يطلع من اتحاد الكره يكون هو ده القرار النهائي. مسابقه تكون هي دي المسابقه، شكل المسابقه النهائي. انما انا بغير في اشكال والسياسه واحده. هو اتخذت قرارات تاريخيه ان الممتاز به يبقى دوري محترفين، ولسه الممتاز الف مش دوري محترفين، والقسم الثالث الهبوط والصعود يبقى اكبر. انا شايف القرارات دي على فكره قرارات كويسه جدا، لان هتساعد الانديه تحت يبقى فيها مسابقه افضل من اللي موجود دلوقتي. طب وفوق فين؟ بس اهم حاجه ابدا فوق الاول، لان اللي تحت عيني غصب عنه، اللي تحت اصلا ماديا عنده مشاكل كبيره، فاشتغل على اللي فوق وبعد كده اظبط الدنيا تحت. انا شايف ان اتمنى ان هم يفكروا زي ما انت بتفكر كده يا محمد، او الامور تمشي معاهم افضل من كده، لانهم يملكوا قرارهم المفروض يعني. انا اتمنى باذن الله خلال الساعات الجايه يكون في جديد، لان من حسن حظنا، انا بقولها والله العظيم من حسن حظنا، ان الناس بره في اوروبا بيتعرضوا لبعض المواقف عندنا، وفي نفس الوقت بياخدوا قرارات عشان يصلحوا الموضوع ويحافظوا على قيمه المسابقه. مباراه زي الاهلي والزمالك، انت عارف المباراه دي لما تتلعب حجم التسويق لهذه المباراه ممكن يجيب مداخيل ماليه ازاي؟ لما تيجي تاجلها وما تحددش ميعاد ليها، ممكن تاجلها لظرف ما، لكن لما ما تحددش ميعاد بديل ليها انت بتقل من قيمه المباراه ماديا، وممكن تخسر المسابقه مبالغ ماليه، حجم رعاه واعلانات وبث فضائي وتسويق وحقوق تجاريه امور كثيره جدا. طبعا طبعا هي مش بس 11 قصاد 11 بس. طبعا. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه، ان في قرار الاهلي والزمالك ان قيل من البعض النادي الاهلي قفلت من الهزيمه، والنادي الاهلي كان خايف انه يلعبنا، والنادي الاهلي طب هو النادي الاهلي مصر انه يلعبك اول ماتش في الدوري. بعدين يا عم دي كوره، هو حد عارف ايه اللي ممكن يحصل؟ مثلا فبالتوفيق. احنا مش الثقه عندنا عاليه، لا 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 خالص. الفكره كلها ان النادي الاهلي بيقول لك عايز يحافظ على شكل المسابقه. ما هو لو انت سمحت بكل حاجه بتحصل دلوقتي هترجع زي ما قلت لك في الاول، ان معلش طب انا انت عندك حق، بس الوقت ما فاكر القرد الافريقي؟ فاكر اتكلمنا فيه كتير هنا. بالظبط كده. بالظبط. زميل العزيز خالد الاتريبي، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك يا رب. شكرا ليك والتوفيق ليك ولقاره النادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي واداره النادي الاهلي. باذن الله القادم يكون افضل ان شاء الله. ان شاء الله. لعل وعسى تكون هذه الازمه فرصه طيبه ان احنا نشوف اللوائح المنظمه للموسم الجديد اللي بدا من اربع اسابيع، ولغايه دلوقتي محدش شاف اللوائح، لا احنا ولا الانديه على فكره. لائحه المسابقات ما اتبعتتش، لائحه الانضباط ما اتبعتتش، حتى المنشور بتاع فكره ان الانديه تدفع 3% من عقود المدربين والاجهزه الفنيه عشان تبقى نسبة بتدفع للاتحاد الفترة اللي جاية، حتى هذه اللحظة حتى عشان أدفعها ما تبعتليش، ما تبعتش الأندية. أنا كلمت أندية كتير في الموضوع ده، ما تبعتلهاش إن هي تدفع 3% نسخة حتى أو نسبة من عقود المدربين والأجهزة الفنية الفترة اللي جاية. بشكل عام نتمنى إن هذه الأزمات تكون الفترة الجاية سبب إن في حاجات تظهر للرأي العام، لوائح ومسابقات وحاجات كتير قوي، عشان الموسم بجد يشتغل الناس عليه بشكل كويس جدا، لأن الموسم لسه طويل وإحنا لسه في أول سطر في بداية هذا الموضوع. بعد الفاصل زميلي العزيز الكابتن عبد الحميد حسن ميدو وفي ضيافته الكابتن جمال السيد، وفقرة فنية مختلفة في ختام برنامج الأهلي الليلة.